إزالة تجاعيد الوجه، هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم أيتها الرائعات، اليوم على قناة وصفة نسمان سأقدم لكم وصفة فعالة جدا لإزالة والتخلص نهائيا من مشكل التجاعيد. فستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة الخاصة بإزالة التجاعيد المبكرة إلى بيكربونات الصوديوم. فبيكربونات الصوديوم تعد من بين المكونات المفيدة جدا والفعالة للتخلص نهائيا من التجاعيد وشد البشرة بامتياز، كما أن بيكربونات الصوديوم من المكونات المفيدة جدا التي تعمل على تبييض البشرة وعلاج مشكل سواد البشرة بكفاءة عالية. وستحتاجين كمقدار من بيكربونات الصوديوم في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت الزيتون، فزيت الزيتون أيضا تعد من بين المكونات المرطبة والملينة للبشرة، وكذلك زيت الزيتون مفيدة جدا لعلاج مشكل التجاعيد المبكرة وأيضا الخطوط الرقيقة. وستحتاجين كمقدار من زيت الزيتون في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. أما المكون الثالث والأخير في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت اللوز الحلو، فهذا المكون أي زيت اللوز الحلو فهو جد مفيد وفعال للبشرة، فهو تقريبا يعالج معظم مشاكل البشرة، فهو يشد البشرة وكذلك يوحد لونها ويزيل البقع الداكنة والتصبغات. وستحتاجين كمقدار من زيت اللوز الحلو في هذه الوصفة إلى ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة. تقومين بأخذ إناء ثم تضعين فيه 2 معالق كبيرة أو ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، وتقومين بإضافة كذلك زيت الزيتون وأيضا زيت اللوز الحلو. تقومين بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس، وبعد ذلك تقومين بتطبيق هذه الوصفة على بشرة نظيفة، وبعد ذلك تقومين بترك هذه الوصفة على الوجه بالكامل والرقبة أيضا من 20 إلى 30 دقيقة، وبعد ذلك تقومين بشفط الوجه بالماء الفاتر ثم البارد لسد المسامات، وبعد ذلك تقومين بترطيب البشرة باستخدام أي مرطب لديك، أو يمكنك أيضا ترطيب البشرة بعد استخدام هذه الوصفة باستعمال زيت اللوز الحلو. تكررين الوصفة 2 مرات في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة. أتمنى أن يعجبك الفيديو لهذا اليوم الخاص بإزالة التجاعيد وأن تجربي الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.